الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تبدأون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في كل حين ومان فإن الله سبحانه وتعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ظاهركم وباطنكم فيجب عليكم أيها الإخوان أن تتقوا الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر والعلم ويطلع على كل ظاهر وما بطن فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون والله سبحانه وتعالى يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالتقوى هي الإحسان والتقوى هي المخرج من كل شر وفتنة والتقوى هي الطريق الوحيد إلى أحسن رزق وأكرمه فإن الله سبحانه وتعالى إنما يكفي لكل إنسان يكون متقيا من الله تبارك وتعالى ويثيره في كل مؤمن في كل شأن من شؤون الحياة فالتقوى ليس شأنها هينا وإنما هي أمر مهم جدا يحتاج إليه كل مؤمن وكل إنسان لا يستطيع أن يتم إيمانه إلا بالتقوى فلذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين ويجعلهم موضع اهتمام وعنايتهم بهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين أيها الإخوة المؤمنون إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا
مقصدا، وانما خلقنا لاعظم غرض واجل غايه، الا وهي العباده بالله تبارك وتعالى. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله الى ان اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. ايحسب الانسان ان يدرك صدى؟ الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى وهو قادر في كل حين وان. من اجل ذلك ايها الاخوان، كان الانسان خليفه الله في الارض، خليفه في الارض، انما جعله الله سبحانه وتعالى خليفة في الأرض. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك ملائكته المكرمين، فكأنهم لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، فكأنهم أنكروا ذلك، وكأنهم لم يرضوا بذلك. انظروا كيف جل الحوار بين الله تبارك وتعالى وبين ملائكته المكرمين. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهنالك جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان خليفة الأرض وخليفة في الأرض، وفوض إليه أمانة هذا الدين الذي يكمله على يد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الدين الذي ينتجم ما تريه في الانسان، ذلك الدين الذي يساير فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. من هنالك ايها الاخوان تعود مسؤوليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الانسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى خليفه في الارض، ثم اكمله ثم اكمل دينه على يد خاتم النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فهو مسؤول عن تنفيذ عن تعليم هذا الدين وان تعلم هذا الدين وان تنفيذ هذا الدين وان تثبيت هذا الدين الى كل جزء من اجزاء الحياه والمجتمع، وبذلك يكون خليفه في الارض. اما ان يدعي انه خليفه في الارض ثم لا يقوم بهذه الاعمال التي فرضها الله سبحانه وتعالى اليه، فكيف يعتبر خليفه الارض؟ ليس خليفه في الارض هذا الذي يحيد عن طريقه السليم الذي انزله الله تبارك وتعالى عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الاسلام هذا الطريق الوحيد للنجاه والسعاده الذي جاء به رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنالك فان المسؤوليه تعود علينا جميعا ان ننفذ هذه التعاليم التي جاء بها رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، ننفذها من جميع النواحي، نطبقها على كل جزء من اجزاء الحياه والاجتماع. اذا لم نقم بذلك فاننا لا نكون نعتبر خليفه في الارض. هذه الامانه العظيمه التي اكرم الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، الانسان فانه مسؤول ان يتحمل جميع مسؤوليات هذه الأمانة وينفذ هذه ويقوم بتحقيق هذه المسؤوليات وأدائها في كل زمان ومكان، بدون أن يكون هناك أي عائق أو مانع. لذلك أيها الإخوان، فإن الله سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين، وهو الذي
العظيم. هذه الأمانة ليست سهلة، إن هذه الأمانة إنما هي ثقيلة جدا، وكل إنسان مسؤول بأن يتحمل هذه الأمانة ويؤديها في غاية من الدقة والأمانة. كذلك أيها الأخوة المسلمون، إنكم من أسر خلق الله تبارك وتعالى، ذلك الذي جعلكم خليفة في الأرض، جعلكم خليفة في الأرض، وطلب منكم أن تقوموا بجميع هذه التعاليم التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتسيروا على هذا الطريق، الطريق الذي خطه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الحياة. لذلك فإن المسلم لا يكون مسلما واقعيا إلا إذا كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان عنده إخلاص للعمل على الدين، للعمل في الدين، وإنه أن يكون قاضيا لأوامر الله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الذي نحمل أمانته في كل حين وآن، في كل زمان ومكان، في كل شأن من شؤون الحياة، في كل جزء من الحياة والمجتمع. فلا يغني عنا أن نقول أننا مسلمون وأننا مؤمنون، بل إن هذا القول لا يغني عنا إذا كنا فارغين عن هذا الشعور بهذه المسؤولية العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتناول أصحابه الكرام ويتناول الناس، كان يتناولهم بالموعظة والتذكير دائما، وكان يذكرهم بهذه المسؤولية دائما. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عن احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: واغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العباد النصاريه. يعني جاء فيما رواه العباد النصاري رضي الله تعالى عنه قال: واغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأرسل. قال: أوصيكم بنفسي بتقوى الله وتنفيذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وتقوى والعمل بما أمر الله به، وانتهاء ما نهى الله عنه، فإن ذلك هو الطريق الوحيد للنجاة والسعادة في هذه الدنيا. نستدير بذلك أن نتصل بالناس كمسلمين مؤمنين كخليفة في الأرض، ونستطيع أن نغادر من هذه الدنيا إلى الآخرة ونحن مسلمون مؤمنون. الله سبحانه وتعالى يستقبلنا هناك في الآخرة بأحسن استقبال، ويكرمنا بجوائزه ونعمه التي لا نستطيع أن نشعر بها وأن نحصيها في حق الله. فيجب علينا أيها الإخوان أن نكون مسلمين قانتين، ومن كان يؤمن بالله ورسوله فإنه لا يفارقه هذا الشعور في لا يفارقه هذا الشعور في أي حال في أي حين وآن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يزدادوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فاتقوا الله سبحانه وتعالى يا الإخوان، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.